السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خير البررة. نكمل وإياكم إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم السلسلة التي ابتدأنا بها للحديث حول شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام والظروف التي أحاطت بشخصيته وإمامته وحياته المباركة. سادتي الكرام، سيكون معي في هذه الحلقة ضيف عزيز جناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني، حياكم الله جناب السيد وأهلا ومرحبا بكم. الله يحفظكم جناب السيد. إذا ما أردنا أن نتحدث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام سلام الله عليه، لا يمكن أن نغفل الظروف العامة وتأثير الحياة وظروف الاضطهاد الذي حصل على الأمير علي عليه السلام بالنسبة لعائلته، بالنسبة لأهله، بالنسبة لوالديه، وبالنسبة لكل ما يحيط به. فبالتالي تحدثنا في حلقة سابقة حول ظلامة أبو طالب عليه السلام، لأنه والد علي عليه السلام، ولو كان كما يقال أنه أبو طالب والد لغير علي عليه السلام لكان التاريخ تناوله بطريقة أخرى. بداية نحتاج إلى أن بغض النظر عن القرابة التي تربط علي عليه السلام بأبو طالب، نحتاج أن نقف عند يعني شخصية أبو طالب، مواقف أبو طالب، ولماذا بعد ذلك إن شاء الله لماذا هذا الموقف من أبو طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، أحسنت، كما قلنا سابقا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تعرض لهجمة شرسة للتغطية على فضائله صلوات الله وسلامه عليه، سلام الله عليه. نعم، وهذا شيء واضح من خلال التاريخ. حينما الإنسان يمر على التاريخ الذي كتب بأيد السلطة الحاكمة، سواء كان من البلاط الأموي أو من البلاط العباسي، سوف نجد التشويش ومحاولات لإبعاد فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه وتضعيفها. وهذا كان منهج مبرمج، يعني حتى أن الكتاب يصرحون، ابن أبي الحديد المعتزلي يصرح كان معاوية هذا منهاجه ودأبه، كان يدز رسائل إلى الولاة وأعطاهم خبر على أنه البرنامج هكذا يسير، على أن لا تنقلوا فضائل علي سلام الله عليه على خطب الجمعة. وكذلك كل من كان يروي رواية للإمام أمير المؤمنين يتعرض للموت، نعم للإبادة. وهذا كما قلت منهج كان. نعم. ليش؟ لأنه شخصية الإمام سلام الله عليه شخصية الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع هذه الشخصية، لأنها كانت لله في كل نواحي حياة الإمام سلام الله عليه، كانت لله. نعم. فالآخرون الذين عادوا عليا عليه السلام حقدا وحسدا، فلذلك ما يستطيعون أن يصلوا إلى شأو علي سلام الله عليه، فلذلك انتحوا هذا المنحى أنه خلص، بما أنه أنا ما أقدر أوصل إلى شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه ومستواه، فلذلك أعاديه وأشوه حسدا وحقدا. مو يقول له أبا تراب، الأديب رحمه الله، أبا تراب وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين، إلى أن يصل حسد إلى حقد وخسة معدن، هطلت عليك وكلهن هتون، راموا بها
أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين؟ حاشا. فلذلك الإمام أمير المؤمنين والذين يمتون بصلة إلى الإمام أمير المؤمنين نالهم أيضا من هذا الحيف كما نال عليا سلام الله عليه، لا لذنب سوى أنهم ينتمون للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأسهم أبو طالب، أبوه أبو طالب سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني لذلك أنت تشوف لما تمر بآية بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية واضحة وظاهرها جدا جلي. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول له يا رسول الله أنت هون عليك، يعني أنت ما تقدر أن تهدي كل من أحببت، يعني أكو بعض الناس ما عنده هذه القابلية، ما عنده استعداد أن يهتدي، خلاص أنت ليش تقهر نفسك وتلزم نفسك على هدايتهم؟ الناس مستويات وقابليات، أكو بعضهم قابل للهداية وأكو بعضهم لا، هو ما عنده استعداد. فهذه الآية هذه يعني ظاهرها وكل الإنسان يمر عليها يقرأها بهذا الشكل وبهذا التفسير، إنك لا تهدي من أحبب، لكن من تشوف يمر عليك مثلا مفسر يقول لا هنا المقصود بها أبو طالب، يعني إنك لا تهدي من أحببت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب عمه أن يسلم، ولكن عمه بقي على كفره إلى أن مات، فإذا أبو طالب مات كافرا. وهذا من في سياق التشهير وفي سياق الظلام. هسه أنت مرة أنت من جانب تقرأ بالتاريخ هذا الشيء باعتبار أنه كان الصراع على الحكم، هسه إحنا ما عندنا صراع على الحكم، جيد، صراع على الحكم مثلا من طرف البلاط الأموي وبالخصوص العباسيين، باعتبار ينتمون إلى العباس عم النبي، وعندهم هذه المقولة باعتبار أنهم هم الحق بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك طلعوا بهذه الطلعة على أن أبا طالب مات كافرا، وباعتبار جدهم العباس هو الذي كان موجود حينما مات رسول الله واستشهد صلوات الله وسلامه عليه، وأبناء أبي طالب هم أبناء كافر باعتبار أبوهم كافرا فلا يستحقون، فلا يصل الإرث إليهم، والحال وبهذه الطريقة تناول الموضوع، بهذه الطريقة أحسنتم، فوقعوا في صراع مع أبي طالب في هذا المجال بسبب الخلافة، والحال هم ميراث النبي ميراث معنوي، هم يعلمون بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا ورث، ما ورث من ناحية الأمور المادية شيئا، بالعكس رسول الله مات واستشهد وكان مديون بأبي هو وأمي، لذلك النبي أوصى عليا بأن يصفي حساب الديون، لأن هم يتعاملون مع الموضوع كأنه يعني حكم وملكية، وبالتالي يتعاملون بهذا الجانب جانب الوراثة يعني، وهذا ما يخدعون به الرأي العام البسيط، وإلا بما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أريد ننظر إلى مسألة ميراث النبي المعنوي، ميراثه المعنوي هو يصل من طريق الله عز وجل إلى من أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تضاعيف حديث النبي، وهكذا بالنسبة آيات من القرآن هناك صريحة إن شاء الله سوف تأتينا في خصوص خلافة الإمام أمير المؤمنين والنص عليها في القرآن.
نعم، هو هذا الموضوع، يعني أنه بالإضافة إلى كل ما ذكرتموه وكل ما تحدثتم به بأنه موضوع الميراث بالنسبة للنبي هو ميراث معنوي لا مادي، ولا شيء أشياء مادية ممكن أن تنتقل من شخص إلى شخص. بالإضافة إلى هذا الموضوع بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم تحدثنا بها بالحلقات السابقة وضح بالكثير من المواقف. أحسنتم. إلى أين ستتجه البوصلة بعد رحيله؟ بالفعل. فبالتالي يعني اليوم من يغالط الأمور ويغالط الأحداث بهذا الاتجاه، يعني خالف المنطق، خالف العقل، وخالف ما موجود من روايات أيضا. أحسنت. يعني إحنا على فرض أن الجماعة الذين أبعدوا عليا عن الخلافة من خلال تأويلات أوجدوها في القرآن، رغم ذلك ما يتمكنون أن يفرون من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي حينما قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أحسنتم. ومن الطريف في الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث ما ذكره مرة واحدة في موقف واحد، وإنما هذا الحديث ذكره في عدة مواقف. نعم. يعني ذكره يوم وأنذر عشيرتك الأقربين، رسول الله في مكة ذكر هذا الشيء. جي. ذكره رسول الله هذا الحديث في يوم المؤاخاة. نعم. آخى رسول الله بين المسلمين وبقي عليا، فالإمام جاء باكيا إلى رسول الله، قال له النبي: يا علي مما بكاؤك؟ قال: يا رسول الله أخيت بين المسلمين وتركتني. قال: بلى يا علي، أنا تركتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة. وذكر رسول الله هذا الحديث: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكذلك هذا الحديث ذكره رسول الله يوم خيبر، وذكره حينما أراد غزوة تبوك وترك عليا في المدينة. شاهد كلامي أن القوم الذين أبعدوا عليا عن الخلافة بحجة عدم النص عليه لا يتمكنون من الفرار بالنص على الخلافة للإمام أمير المؤمنين من قبل حديث هذا الحديث، حديث النبي. أحسن. شلون؟ نعم. أنا بمختصر بإيجاز. نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يعني إحنا لما نرجع إلى حياة هارون مع موسى، هارون جميع المنازل في هذا الحديث النبوي، الرسول يريد أن يؤكد أن جميع المنازل التي كانت لهارون هي لعلي سلام الله عليه. يعني منزلة الوزارة، منزلة الخلافة، منزلة الإدارة السياسية، الإدارة الاجتماعية التي كان يديرها باعتبار النبوة هي أيضا قيادة. نعم أكيد. فهذه كما أن هارون هذه المنازل كانت له من بعد موسى، وإن كان هارون مات في حياة موسى، ولكن كانت له هذه المنازل. رسول الله يريد أن يبين أنك يا علي كما أن هذه المنازل كانت لهارون فهي لك من بعدي. أحسنتم. زين، فما يتمكن أحد، ولكن إحنا في سياق الحديث عن أبي طالب سلام الله عليه صلوات الله وسلام عليه، نقول الهجمة التي تعرض لها الإمام سلام الله عليه أيضا أثر. نال منها أبو طالب قسطا منها. أجي. فلذلك نجد أنه البعض حينما يمر بتفسير هذه الآية يوجه البوصلة على أنها نزلت في أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله حبه. أنا أسأله، أقول له: يا هذا أنت شنو شفت من أبي طالب؟ يعني أنت تعال إلى كتب السير والتواريخ. هو هذا الموضوع، يعني احنا لو تتبعنا مواقف أبو طالب سلام الله عليه في صدر الإسلام وفي وقبل الهجرة، نشاهد مواقف عظيمة وكبيرة آزرت وساندت وعضدت في بداية الإسلام. فبالتالي ما هي النقاط التي تم
الوقوف والاستناد عليها حتى يتبنى مثل هكذا رأيا. وهي هاي أن كما قلت الذين تبنوا هذا الرأي هو يعني حقدا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بالواسطة إلى أبيها أبي طالب. والكلام أنه لو الإنسان يتجرد عن الغضب ويتجرد عن العاطفة ويتجرد عن الحقد وهذه الأمور ويقرأ سيرة هالرجل هذا قراءة موضوعية يأتي إلى يعني أنت ما أقول لك اقرأ كتبنا وتاريخنا، لا هذا التاريخ الموجود مثلا تاريخ ابن الأثير، تاريخ ابن هشام في سيرته، تاريخ ابن عساكر وتاريخ الخميس، كلهم ينقلون أن مواقف أبا طالب مواقف كانت مواقف أبي طالب سلام الله عليه مواقف جليلة مشرفة، وهذا الرجل وظف نفسه وجند نفسه وجند أولاده في نصرة الإسلام ونصرة المسلمين والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت شوف تقرب التاريخ خاصة في أيام الحصار لما صار حصار في شعب أبي طالب، كان أبو طالب مجند نفسه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليل مع نهار. يعني أنت أتصور هو يقف بالليل حارس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا تناصف الليل يجي يوقظ النبي صلى الله عليه وآله، يوقظه أبو طالب من نومه ويضع مكانه أحد أولاده، وكثيرا ما كان يضع عليا سلام الله عليه مكان النبي. نعم. ليش؟ لأنه حتى إذا يأتي سهم يصيب واحد من أولاده ولا يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنت لما تقرأ هذه السيرة يعني هذا شيء يدل على أنه لكون هذا ابن أخ أبو طالب، لا يعني وكان له أعمام أخر طبعاً لم يكن منهم هذا الموقف. أحسنتم. يعني الأعمام الآخرين بالنسبة أعمام النبي ما وقفوا مثل الموقف اللي تبناه أبو طالب منذ صغر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعهد بكفالة رسول الله من خلال كلامه مع أبيه عبد المطلب سلام الله عليه. فشاهد كلامنا أن هذا الموقف دلالة على أنه مو فقط أن النبي كان ابن أخ لأبي طالب، وإلا شنو معناته يعني حتى لو ابن أخويا، لا، وإنما يعني يصير واحد ابن أخ يكون أعز من أولاده إلى نفسه، أو يكون أعز من نفسه هو، لأنه هو أبو طالب كان يدافع وكان يبذل شخصيته، أبو طالب يبذل شخصيته في سبيل النبي، لأنه أبو طالب بالنتيجة كان له شخصية، له مكانة في قريش. يعني كما ينقل التاريخ كان له مجلسا في ظهر الكعبة، ولا يتجرأ أحد أن يجلس مكان أبي طالب، هذه الشخصية العظيمة. فهذه الوجاهة التي كانت لأبي طالب شخصية في وسط قريش، ما كان أحد اللي يتجرأ لهيبة أبي طالب، هذه الشخصية صرفها أبو طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ودونك المواقف والأدلة كثيرة. جيد. يعني أنت مثلا لمن يمر أبو طالب يجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف يصلي، وإلى جانبه علي سلام الله عليه. فأبو طالب يلتفت إلى ولده الثاني جعفر يقول له صل جناح ابن عمك، ويأمره بالصلاة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا أيضا دليل على أنه كان مؤمنا أبو طالب حينما يأمر أولاده بالصلاة. وبالإضافة إلى هو كان داعية للإسلام. أبو طالب هو بشخصه، يعني احنا التاريخ يذكر أنه أرسل إلى ملك الحبشة يدعوه إلى الإسلام. جيد.
يعني من مواقفه المشرفة أبو طالب، وكذلك دعا زوجته فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، هو الذي أبو طالب دعاها إلى الإسلام. فكيف يدعو الآخرين للإسلام وهو لم يؤمن؟ وكذلك رحب بإسلام حمزة ومدح حمزة على دخوله للإسلام، ورحب وكذلك دعا أولاده مثل علي الإمام علي وكذلك جعفر. فشخصية أسأل، ربما واحد يسأل إذن لماذا هو ما أعلن إسلامه؟ هنا النقطة تأتي، لأنه هم يهرجون على أنه ما أعلن، بالنتيجة ما أعلن إسلامه. زين، ممكن جناب السيد نعم. إذا تسمح لنا أن نترك هذا الموضوع حقيقة نعم. لأهميته حتى يأخذ مكانه الواسع، بعد ما نذهب للجزء الثاني إن شاء الله. بعد ما نذهب لفاصل الآن وبعدها نكمل بالجزء الثاني حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خير البررة. جناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني، شكرا جزيلا لك، وسنعاود إن شاء الله الحديث لماذا أبو طالب لم يظهر الإسلام أو لم يظهر إسلامه في تلك الفترة إن شاء الله. سادتي الكرام، بعد الفاصل نكمل حلقتنا لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله سادتي الكرام مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خير البررة، نكمل الحديث إن شاء الله حول حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفي حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن أبي طالب ومواقفه الكبيرة والكثيرة في الإسلام. أرحب مرة أخرى بجناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني، حياكم الله جناب السيد. الله يحفظكم جناب السيد. يعني نعم. توقفنا عند جزئية مهمة نعم. أثارها الكثير من الأشخاص حقيقة. إذا كان أبو طالب سلام الله عليه بهذه المواقف الكبيرة وهو كذلك من الإسلام والدعوة للإسلام، الترحيب بمن ينضم إلى الإسلام، فلماذا لم يظهر الإسلام في تلك الفترة؟ هنالك آراء كثيرة، لكن أنا أود بداية أن أستمع إلى ما يعني تطرحه في هذا الجانب. هو أبو طالب بنفسه يقول في وصيته نعم، يقول قبلته جنانا الإسلام نعم، يعني قبلته في قلبي كان الإسلام موجود نعم، قبلته جنانا وكتمته لسانا حفظا من الشنآن، يعني الذين كانوا يريدون الفتك بالنبي وبضعاف المسلمين نعم. فشخصية أبو طالب وإسلامه كان كما يصرح بذلك في رواية الإمام زين العابدين سلام الله عليه صلوات الله وسلام عليه، أو الإمام الصادق على ما يخطر في بالي التردد مني. الإمام سلام الله عليه يقول له إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف نعم، فإنهم أضمروا الإيمان وأظهروا الكفر ولهم أجران، ولهم أجران باعتبار أجر الإيمان وأجر التحمل نعم على كتمان هذا الإيمان. فأبو طالب لو فرضنا أنه كان يظهر الإسلام نعم أبو طالب، لكان عرض نفسه كسائر المسلمين وفقد القيمة المعنوية في مكة في تلك الفترة أحسنتم. التي كان من خلالها يعني ينتشر الإسلام، يعني من خلال نعم. مكانة أبو طالب، لأن القوم كانوا مستعدين نعم كما فعلوا بالمسلمين، مثلا كما فعلوا ببلال وكما فعلوا بعمار ابن ياسر وفعلوا بأبويه ياسر وسمية، عذبوهم حتى القتل ونجا بإعطائهم تلك المقولة عمار حينما جاء إلى رسول الله عمار وقال وهو باكي، قال له النبي يا عمار مما بكاؤك؟ قال يا رسول الله أعطيتهم الذي أرادوا. قال وكيف إيمانك في قلبي؟ قال لا يا رسول الله إيماني في قلبي ثابت. قال له النبي يا عمار إن عادوا فعد. فهذا دلالة على أن مصير أبو طالب لو كان أظهر الإسلام لكان مصير عمار، مصير ياسر وسمية. فلذلك كان موقف
أبو طالب هذا في عدم إظهار الإسلام موقف جدا مهم ومفصلي بالنسبة للحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نراه واضحا جناب السيد. نعم. في حديث الرسول أو في كلام الرسول: ما تجرأ علي القوم إلا بعد رحيل عمي. حسنت. يعني هكذا. هذه المقولة يعني دلالة على ما ذكرتموه ودلالة على ما تطرقتم به. نعم. ولذلك سماه رسول الله ذاك العام الذي توفي أبو طالب وزوجته خديجة بعام الحزن. يعني الإنسان مو بهالبساطة يجي مثلا يسمي عام الحزن على شيء، وإنما شيء عظيم يفقده. فالذي فقده ليس قليلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في تأبين أبي طالب لما بلغه نبأ وفاة أبي طالب ومرت جنازته، خرج مشيعا رسول الله لجنازة أبي طالب، ولما أنزلت الجنازة وأراد الإمام سلام الله عليه لدفنها وقف رسول الله مؤبنا عمه، قال: يا عم، نعم العم، فقد تكفلت وآويت صغيرا وآزرت وحاميت كبيرا. هو الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الظروف الحرجة الصعبة التي مرت بالنبي وبالمسلمين. جناب السيد، اليوم إذا ما أردنا أن نتحدث، يعني ذكرتم هذا الموقف من النبي تجاه أبو طالب، هل هنالك مواقف أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتجاه أبو طالب، أو في مواقف ربما ممكن أن نتطرق إليها في حلقتها لهذا اليوم؟ مواقف، يعني هناك مواقف عديدة لأبي طالب في هذا المجال، مواقف مدحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكشف عن إيمانه وحبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جانب الرسول إلى أبو طالب أيضا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم، يعني التفاته جميلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له يقول: إذا كان يوم القيامة تشفعت لأمي وأبي وعمي أبي طالب ورجل كان صديقا لي في الجاهلية. فيذكر بالخصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه، وكيف يشفع النبي لرجل إذا لم يكن مسلم يقال أنه مات كافرا. حاشاه. هاي وحدة. والشيء الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن نتنزل على رأي البعض أنه مات أبو طالب كافرين، فكيف وقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى من التمسك بعصم الكوافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. يعني لا يجوز أن يكون مسلم بعصمة كافر. نعم. سواء كان رجل أو كان امرأة. نعم. وهذا سواء كان هذا العصمة بمعنى العقد. نعم. اللي من مصادق العقد. ونهى الله سبحانه وتعالى والقرآن نهى عن البقاء في عصمة الكوافر. نعم. الكوافر سواء كانوا رجالا أو نساء. جيد. وسواء كان هذا العقد عقد مؤقتا أو دائما. نعم. ولكننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب إلى وفاة أبي طالب كانت. نعم. باقية. نعم. ولم يأمرها ولم يفصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي طالب. هذين المواقف يعني من خلال هذه القرائن نحن نقطع ونجزم على أن الرجل مات مؤمنا. أحسنتم. لا، بل هو سيد المؤمنين. يعني في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه. ولكن
أنت أشرت في مقدمة الحلقة على أنه لو كان أبو طالب والد غير عالية، يعني إحنا لو نجري أو قبل هذا نذكر هذه الالتفات على أن هذا الشخص، لأنه فاتني أن أعقب على كلام هذا المفسر الذي يجر هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت، ويقول إنها نزلت في أبي طالب. نقول له أولا كثير من الصحابة آباهم أيضا ماتوا كفارا، فلماذا هذا الإلحاح على أبي طالب؟ على فرض، يعني فرض المحال ليس محالا، وإن صح بهذا الاتجاه يجب أن يصح بالاتجاهات الأخرى. فأنتوا ليش يعني تعلون صوتكم بالنسبة لأبي طالب؟ هاي مسألة يعني. أحسنت. وإذا الإنسان حقيقة يريد يقرأ هكذا تفسير، وإذا يقبل مثل هكذا تفسير، هذا يعني لا يقبله الله عز وجل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بصريح العبارة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. فحتما وقطعا، وأنا أقسم بالله عز وجل أنه هذا الكلام الذي ينسبونه لأبي طالب هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأنه هذا الكلام ما ينم عن ضمير، وإنما هذا على حساب الأخلاق، هذا على حساب العقيدة مع الأسف. أحسنتم. يعني هذا الكلام الذي يقال جزافا، نعم، في حق أبي طالب. أحسنتم. جناب السيد، أيضا لأهل البيت سلام الله عليهم، نعم، يعني مواقف كلام بحق أبي طالب، نعم، سلام الله عليه، نحتاج، نعم، حقيقة أن نقف عند كلام أهل البيت سلام الله عليهم، وهم حجج، وكلامهم، نعم، أيضا حجج على العامة. يعني السيد العترة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم كان يخطب على منبر الكوفة، يقوم له أحد الأشخاص ويسأله عن أبيه، يقول له ما تقول عن أبيك أبي طالب إنه في ضحضاح من النار، يعني كأنما هذا انطلت عليها هذه الدعايات والشائعات اللي كانت تصدر من الشام، نعم، في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نهره الإمام بأبي هو وأمي، والإمام سلام الله عليه قال له يا هذا كيف يكون أبو طالب في النار وولده قسيم الجنة والنار؟ الإمام أمير المؤمنين كما هو الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيم الجنة والنار، علي قسيم الجنة والنار. فالإمام يقول له ما صح يا هذا، كيف يكون وولده قسيم الجنة والنار؟ وكذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حين موت أبيه أبي طالب رثى أباه بأبيات أبا طالب عصمة المستجير وإلى آخر أبياته. وكذلك حينما مات أبو طالب جاء علي سلام الله عليه إلى رسول الله يخبره بوفاة أبيه، وأنه قد أوصى أن يدفن في قبر أبيه عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امضي لما أمرك به وأوصاك وامتثل له. رسول الله يزكي وصية أبا طالب، وهي، نعم، يعني حتى نقف عند هذه الجزئية حتى، نعم، نكمل إذا، نعم، سمحتم لنا قضية أنه كيف يكون في النار وولده قسيم الجنة والنار، هذا، نعم، دلالة على مكانة أبو طالب ومكانة تربيته لعلي عليه السلام، وهو ليس من باب الحب، أحسنتم، يعني باب الواسطة كما يقال، أو كما، لأنك أنت إذا تريد ترجع إلى بيت أبي طالب، يعني هو اللي تجذر وخرج منه علي سلام الله عليه، بيت المجد، سنتم، بيت الإسلام، أصلا هم بنو هاشم. أنت روح راجع إلى سيرتهم، سيرة عامة بني هاشم،
ما عبدوا صنما، ما كان هناك صنم في بيوت بني هاشم، يعني فقط استثناء أنت خرج أبو لهب والباقي ما تجد هناك صنما، لا، وإنما كانوا يتحنفون على دين الحنيفية، على حنيفية إبراهيم الخليل سلام الله عليه. وحدون زين، أحسنتم. وإحنا عندنا في الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أنه كان وصيا لعيسى عليه السلام أبو طالب، فله هذا الشأن وهذه المنزلة. وإحنا نقرأ حينما نقرأ في زيارة للإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا يجري على سائر الأئمة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وهذا دليل قاطع على أن الذي ولد عليا سلام الله عليه، سواء كان أبو طالب أو من حضن أو بطن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، هو صلب طاهر، أحسنتم، وأرحام مطهرة. وهذه كانت إيمانية ومسلمة مؤمنة بالله، لم تسجد لصنم قط. أحسنتم. جناب السيد، أيضا عندما نذكر مواقف أهل البيت سلام الله عليه بحق أبي طالب، وفي إطار البحث علينا أن نبحث في أكثر من اتجاه وفي أكثر من جانب، علينا أيضا أن نقف عند آراء يعني المخالف، آراء من لا يتوافق مع ما نطرحه لربما الآن. كيف كان رأيهم بأبو طالب وكيف تناولوا شخصية أبو طالب؟ بما أنه بالجانب الأول تناولنا من باب التشهير والتقليل من الشأن، لكن هنالك أيضا ربما آراء أخرى في هذا الموضوع. يعني إحنا التفاتة جيدة، إحنا حينما نستقصي سيرة أبي طالب من خلال التاريخ لازم نرجع إلى نشوف جذر هذه الأقوال منين. لما ترجع جذرها إلى رواية يرجعون بها إلى المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة مواقفه معروفة اتجاه الإمام أمير المؤمنين خاصة، زين، لأنه كان من أولئك الذين يكنون العداء للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان إلى جانب معاوية، وكان إلى جانب الذين سبقوا الإمام سلام الله عليه في تولي المناصب. وهذا بالطبيعة يكون غير منصف يعني. لا شك، يعني أنت تتوقع من إنسان حقود يعني. فلذلك حتى المغيرة يعني في كلامه بالنسبة لأبي طالب يقول ما يصرحه، يعني حتى العدو مثل المغيرة حينما يمر على أبي طالب ما يصرح بأنه كان كافرا، لا، وإنما يقول يعني العبارة مضمونها أنه ما كان منقادا، هاي نص العبارة، أن أبا طالب ما كان منقادا، يعني ما كان منقاد للإسلام. هاي عبارة مبهمة في سبيل أن يغسلون بها أدمغة الناس البسطاء. وهو لو كان يعني لديه الجرأة بالتحدث لكان استخدم مصطلحات أكثر وضوحا وأكثر دقة من هذا. لو كان عنده مدرك، لو كان عنده مصدر شيء وجيه معتبر، ما عندهم. فلذلك الذين جاءوا من بعد يعني القصاصون، والذين باصطلاح نقدر نصطلح عليهم علماء البلاط اللي كانوا حول معاوية وكذلك حول بني العباس في دور الحكم العباسي، جاءوا وشنعوا أكثر. وإلا أنت إذا تريد أنه شنو المدرك، شنو المصدر اللي يتمسكون به على كفر وعدم إيمان أبي طالب، ما عندهم كل شيء أبداً. فلذلك لا، بل أن هناك إحنا عندنا مصادر جيد، منها مثلاً أبو بكر، الرجل أبو بكر جاء على رواية، يعني طبعاً ينقلها العلامة الأميني،
على أنه جاء بأبيه أبو قحافة في يوم فتح مكة ليسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول ما أشد فرحي بإسلام أبي طالب. يقول أنا أكثر مسرور بإسلام أبي طالب من إسلام أبي. طبعا ينقل هاي الرواية، يعني حتى أن الصحابة حينما يمرون كانوا يعلنون أنه أبو طالب مات مسلما وأنه أعلن إسلامه. وإحنا لدينا أيضا من الشواهد الشعرية يعني اللي كتب هناك تذكرها الكثير من الكتب، ما يقارب 30 مصدر ليس من مصادرنا، من مصادر الجمهور التي تثبت، التي تذكر مواقف أبي طالب وأشعاره في خدمة النبي وفي تنم وتصرح هذه الأبيات، أبيات أبي طالب، على أنه مسلم ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغت الديوان. أحسنت. يعني لأبي طالب ديوان عنده في هذه في هذا الشأن في نصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أعرف أنك تريد تنهي، نعم، قبل ما تنهي أريد أقول أن لي الذين يمرون على سيرة أبي طالب، نعم، هؤلاء أيضا يذكرون أنه مات مسلما. أحسنت. وأنه وصى وأنه دخل الإسلام وأن أشعاره، حتى الأشعار التي جاءت بعد مقتل حمزة وبعد هجرة الحبشة ما بها تقية. ما بها تقية، كانت واضحة، كانت واضحة. يعني الأشعار قبل مقتل حمزة تختلف، وقبل الهجرة إلى الحبشة كانت بها أشعار بها شيء من التقية، ولكن أشعار أبي طالب بعد مقتل حمزة وبعد الهجرة إلى الحبشة لا، كانت صريحة على إيمانه برسول الله وبالإسلام وبالتوحيد خاصة. وهناك أبيات أيضا شواهد على التوحيد، توحيد أبي طالب، ولكن الوقت لا يسمح. أحسنتم. كما يقال الشمس لا تحجب بغربال. أحسنتم. وأبو طالب كالشمس التي لا يمكن لهذه هذه الأشياء تحجب سيرته، لكن نتحدث ونذكر من باب التذكير للبعض، عسى أن يهتدوا وعسى أن يهتدوا إن شاء الله، إن شاء الله، وينصفوا هذا الرجل. جناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني، أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان. حياكم الله وشكرا لكم. حياكم الله سادتي الكرام. بعد ما كنا في هذه الحلقة للحديث حول شخصية أبو طالب، هذه الشخصية العظيمة، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. عسى أن وفقنا في تسليط الضوء على أجزاء بسيطة من حياته المباركة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قابلة من برنامج خير البررة. إلى ذلك الحين، هذه تحياتي أنا نزار السدخان وتحيات كادر العمل. في أمان الله. حمامك على جنحان الترافق حلم.